كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك برواد الأعمال البحرينيين المشاركين في النسخة البحرينية الثانية من مسابقة رواد في القصر، وذلك بمقر صندوق العمل تمكين، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة تمكين معالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة والرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم جناحي. وقد استمع سموه خلال الزيارة إلى عرض تقديمي لأبرز مهام تمكين ودورها في تعزيز حركة ريادة الأعمال في مملكة البحرين وما حققته من خلال برامج الدعم ومبادراتها المختلفة في تنمية القطاع الخاص وتعزيز مهارات البحرينيين على مستوى الأعمال وعلى مستوى المهني تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. كما اطلع خلال اللقاء على مشاريع رواد الأعمال المشاركين في مسابقة رواد في القصر مشيدا بمشاركاتهم ومؤكدا على دور هذه المسابقة في خلق بيئة مناسبة للتواصل والاستكشاف فيما يعزز فرص التوسع لمشاريعهم وتطبيقها على أرض الواقع. في سياق ذلك أعرب معالي الشيخ محمد بن عيسى عن تقديره واعتزازه لزيارة صاحب السمو الملكي دوق يورك، لا سيما بحرصه واهتمامه للقاء رواد الأعمال البحرينيين وتشجيع مشاركاتهم في هذه المسابقة الرائدة.